السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا سيدنا. تفضل. صديقي مسحور ونعلم جيدا ورأينا بعينينا انه مسحور هو وزوجته. وبعدين قال لها انت طالق ولا ايه؟ النهاردة في تقريبا من 5 دقايق بالظبط طلقها الطلقة الثالثة. لا تحل له. لا تحل له. وإلا إذا سلمنا بهذا كل من طلق جاء وقال أنا كنت مسحورا. بس إحنا فعلا كنا بنشوف السحر وبنشوف الكلام ده موجود في بيته. وكان ما السحر؟ ما الذي حملك على أن تقول إنه كان مسحورا؟ اللي شفناه إحنا في بيته. شفت إيه؟ شفت ورق فيه لغوشة؟ إيه المشكلة يعني؟ ممكن تكون زوجته عاملاه يعني، إيه المشكلة؟ لا مش زوجته اللي عاملاه حقيقي يعني. واحد شخبطتين كده سين فصاد ورماها حتى لا يقع الطلاق. هذا طلاق واقع، الله يستر عليك. لا تعيش الناس في الحرام.